السي محمد عطر عن إعلامي فنان مبدع وبرنامجه الإذاعي تحديدا ريحة الدولة. أنا سعيد جدا أنني يعني نحظى بهذا نقول نوع من التكريم ديال برنامجي اللي كيدخل الموسم الثالث عشر ديالو. شكرا بعد المركز لوبيلا في شخص الدكتور عبد العزيز القراقي، وشكرا لبلونكا بريس والفلاح تي في في شخص صديقي واخي وعزيزي اللي هو خالد الكيراوي. يعني الحديث على هذه التجربه ديال ريحه الدوار يعني يهضروا عليها الناس بشكل مستفيد. كنتمنى ان يعني هذا البرنامج يكون دائما في مستوى ديال التطلعات ديال المتتبعين ديالو اللي هما كثر، وهذه هي المسؤوليه المضاعفه عليا. شكرا للجمهور اللي كان مساهم بشكل كبير في نجاحه، النخب اللي هي كتعاود تزيد عليا تقول انني نبذل مجهود مضاعف باش نكون في المستوى اللي بغاو الناس. شكرا للعالم القروي اللي كان اضافه نوعيه في المسار ديال عاطر، وشكرا للناس اللي فتحوا يعني البيوت ديالهم باش يستضيفوني باش نقدم هذا المنتوج الاذاعي في حله اللي هي مزيانه باش يتقبلوها المغاربه. شكرا بزاف بزاف. الاحتفاء بالسي محمد عاطر كان فرصه لتكريس ثقافه الاعتراف. هذا الرجل بصم طبعا بقوه في المشهد الاذاعي من خلال اعتماده للقرب، ووظف طبعا كل رصيده الثقافي والفني في انتاج هذا العمل الاذاعي اللي كيجمع جوج ديال الحوايج: الجاذبيه طبعا بما ينتجه من متعه، وما يقدمه من فائده لانه واحد نوع من الحفريات اللي كتستعد الموروث الثقافي الشفهي في العالم القروي. شخصيا استمتع بهذا البرنامج واتمنى له طبعا المزيد من النجاح في المستقبل. اليوم توقفنا عند برنامج يمكن ان نعتبره ظاهره اعلاميه، هو برنامج ريحه الدوار. هذا البرنامج الذي اطفأ شمعته الثانيه عشره، والذي بطبيعة الحال يديره الإعلامي والكوميدي المغربي والمثقف سي محمد عاطر. استوقفنا هذا البرنامج بحيث عالجنا زواياه المختلفة، أولا كظاهرة إعلامية، ثم أيضا كظاهرة فنية ومسرحية تعطي للمواطنين المغاربة فرصة إنتاج منتوج إعلامي مسرحي متميز. أيضا توقفنا عند هذا البرنامج، من خلاله أصبح للإذاعة المغربية نفس جديد جعلها تنفتح عن العالم القروي من زوايا متعددة. هذا البرنامج توقفنا عنده أيضا لا على فقط المستوى الذي يعني يبيحه من كوميديا مشتركة يشارك فيها الإنسان في العالم القروي، ولكن أيضا حاولنا أن نعرف ما هو السبب الذي جعل هذا البرنامج يستمر طول هذه المدة، وما الذي يجعل الكثير من الناس برغم من أنهم ينتمون إلى المدن يعطون لهذا البرنامج أهمية كبرى. فوجدنا على أساس أن هذا البرنامج سمح بنوع من التصالح مع الذات لعدد كبير من المواطنين المغاربة، وبالتالي ما كان منا إلا أن نتمنى لهذا البرنامج أن يستمر وأن يستمر كثيرا. سعيد بتواجد ديالي في هذا الحفل، الحفل اللي كنكرموا من خلاله واحد من اشهر البرامج ديال القرب، البرامج ديال الباديه، البرامج ديال المغرب العميق، برنامج ريحه الدوار اللي معديه ومقدميه ومخرجيه الفنان الكبير سي محمد عاطر. سعيد بهذا اللمه اللي خلاتنا نناقشوا هذا البرنامج الذي اصبح جزءا من حياة البادية المغربية. هذا البرنامج الذي أصبح يوثق لتاريخ البادية المغربية لمجموعة من المظاهر التي تعرفها البادية المغربية. هذا البرنامج الذي صالح
المغاربة مع جذورهم مع أصولهم. هذا البرنامج الذي أعادنا إلى العمق عمق البادية، وخاصة وأن العمر الافتراضي لهذا البرنامج قد تجاوز كل التوقعات وتجاوز دخل في مرحلة المراهقة بين مزدوجتين. إن شاء الله يعود نشوفوا هذا البرنامج في احتفال آخر في سيرورة أخرى، وإن شاء الله يحطم كل الأرقام القياسية لمرتبطة بالبرامج الأثيرية. صراحة كانت لحظة احتفائية مميزة، برنامج ريحة الدوار وبالمعيد ديالو الفنان والإذاعي محمد عاطير. أكيد الاحتفاء بهذا البرنامج كيعكس المكانة ديالو في خارطة البرامج الإذاعية اللي عطات اللي كان عندها بعد خاص في انفتاحات البادية المغربية، وخاصة أن البرنامج عنده حمولة أنثروبولوجية واضحة في الشغال على البادية والاستماع لنبضها والنقل كذلك الهموم والشغالات ديال البدو المغاربة، وكذلك تمكن من أنه يصحح الصورة النمطية اللي تشكلت على البادية المغربية طيلة عقود، خاصة في الأعمال الإبداعية اللي استغلت البدوي وسوقت عليه صورة شخص ساذج بسيط ورجعت منه مادة للسخرية والتندر. بالعكس محمد عطير عكس أن البادية المغربية عندها تتسم بعمق، تتسم بذكاء فطري نجده عند البدو، وتمكن كذلك من نقل مجموعة من القيم ومن الأشياء اللي كانت معرضة للاندثار والانقراض تمكن من الإمساك بها وتوثيقها وتخليدها، وبالتالي شكل البرنامج خلال المسار الممتد ديالو لأزيد من 12 سنة والحالي في الموسم 13 أن يوفر مادة خام للباحثين والراغبين في الشغال على البادية المغربية. يعني من 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 يعني من الأفضل أنه يتوجهوا لهذا البرنامج ويحاولوا يلتقطوا الأشياء اللي وصلها لنا.